في إكويتي جروب سركيس سيزار للحديث عن العملات الأجنبية تحديدا والأسهم العالمية. أهلا وسهلا بك أستاذي. في البداية يعني كيف ترى أداء الدولار الآن بعد تصريحات جيروم باول يوم أمس؟ يعني كانت منتظرة إلى حد ما هذه الدفعة، الآن الدولار سيكون أكثر استقرارا بعد يعني تحديد مساره أو تحديد مسار السندات والتحفيز الآن؟ طبعا بعد قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم أمس وتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي، شهدنا عودة للارتفاع في الدولار الأمريكي ليستقر قرب أعلى مستوياته في شهر. انخفض اليورو وانخفض الجنيه الاسترليني بعد القرارات وكذلك التوقعات المستقبلية. أود أن أشير إلى أن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قرر بالفعل تثبيت الفائدة وكذلك قرر تثبيت برنامج شراء الأصول عند 120 مليار دولار شهريا، لكن تم الإشارة وبشكل واضح إلى أن هنالك احتمالية جيدة بأن يتم رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2022، وجاء ذلك قبل التوقعات السابقة التي أشارت إلى احتمال رفع الفائدة في 2023. بالتالي اكتسب الدولار عزم صاعد، لكن بقي العزم الصاعد والارتفاع في الدولار نوعا ما محدود، إذ أن الفدرالي الأمريكي أظهر عدم استعجاله في تقليص برنامج شراء الأصول، رغم أنه هنالك بعض التلميحات بأن الفدرالي سيبدأ بخفض برنامج شراء الأصول بعد شهرين، ولكن سيتم الخفض بمقدار قليل جدا بمقدار 15 مليار شهريا. هذا يعني بأن الفدرالي الأمريكي سيبقى في جهة التحفيز الاقتصادي لفترة قد لا تقل عن 8 أشهر، وبالتالي الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي حصل بالفعل، لكن بقي هذا الارتفاع محدود ليستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهر. نعم، يعني عندما نتحدث إذن تأثير الدولار بشكل أو بآخر على الأسواق، أيضا على موضوع البيانات الاقتصادية، نمو الاقتصاد، أيضا هناك اقتصادات ناشئة من الممكن أن يتأثر بهذا الموضوع، هل سترى أن هناك سيكون فجوة سعرية كبيرة، سيكون الجاذبية للدولار أكثر من عملات أخرى عندما نتحدث عن التركية وغيرها أيضا من الاقتصادات؟ الآن بالنسبة للعملات عندما نتحدث عن فروقات أسعار العملات، فهذا يتم مقارنته بواسطة فروقات أسعار الفائدة المستقبلية. إذا قلنا بأن الفدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال عام 2022 وتحديدا ربما سيقوم برفع الفائدة خلال النصف الثاني من تلك السنة، لكن هنالك بنوك مركزية أخرى، إن كنا نتحدث عن دول ناشئة حتى بعض الدول الكبرى أذكر منها أستراليا، نيوزيلندا، كذلك أستطيع أن أذكر بعض الدول مثل بريطانيا وكندا، هنالك توجه أكبر منهم لرفع الفائدة ربما بشكل أعلى قليلا من الفدرالي. بالتالي هنالك قد نشهد إقبال فعلي على الدولار الأمريكي. الإقبال الفعلي مصدره ارتفاع العوائد المحتمل على السندات الأمريكية، وأيضا من المحتمل أن نشهد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم. هذا كله قد يزيد الطلب للسيولة على الدولار الأمريكي، مما قد يضغط أيضا على العديد من العملات مقابل الدولار خلال الفترة الزمنية المقبلة. هنا أخص بالذكر العملات من الدول أو عديد من الدول الناشئة بالفعل. نعم، عندما نتحدث أيضا عن اليورو، هناك انتظار أيضا من الاتحاد الأوروبي إن كان سيكون هناك أي تغييرات على أسعار الفائدة، هناك ضغوطات صناعية أيضا عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي وأيضا تصريحات وبيانات منتظرة في أوروبا. كيف سترى أداء اليورو مقابل الدولار، خاصة أنه في انتعاش بشكل أو بآخر عن بعض الخسائر التي حققها الأيام الماضية، خاصة بعد موضوع إيفرغراند؟ بالفعل بعدما انخفض اليورو لمستويات الدولار 16 سنت وتحديدا خلال يوم أمس بعد إعلان الفدرالي الأمريكي، لكنه عاد للتداول قرب 1 دولار و17 سنت. الآن بالنسبة لمفارقة البنك المركزي الأوروبي مع بنك أو الفدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة متدنية جدا عند 0% طوال عام 2022، بل إن هنالك من يعتقد بأن فترة طويلة من عام 2023 قد يبقي فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قرب نفس المستوى الحالي، بل إن فوائد الإيداع في أوروبا هي سلبية، بالتالي الأفضلية قد تكون على المدى المتوسط والطويل لصالح الدولار الأمريكي. لكن الانخفاضات إن تعرض لها اليورو ربما لن تكون كبيرة، فالبنك المركزي الأوروبي أيضا سوف يتوجه لتقليصات في برامج شراء الأصول والتي تزيد حاليا في مقدارها عن تريليون يورو،
بالتالي تقليص برامج شراء الأصول من المركز الأوروبي قد يقابله أيضا ارتفاع بالفائدة وتقليص أيضا برامج شراء الأصول في الفدرالي الأمريكي. بالتالي الأفضلية ربما ستكون لصالح الدولار الأمريكي على المدى القصير والمتوسط. نعم. إن لم تحصل طبعا مستجدات تجبر المركز الأوروبي على تغيير سياساته. نعم أستاذ سركيس، أخيرا يعني عندما نتحدث أيضا عن بيانات التضخم، هل من الممكن أن يكون هناك أيضا بعد البيانات التي تؤثر على الدولار، أو حتى عندما نتحدث عن الين، نتحدث عن الجنيه الاسترليني، يعني هل هناك بيانات من الممكن أن تؤثر بشكل كبير جدا الفترة القادمة؟ بالتأكيد هنالك بيانات اقتصادية، وتحديدا أود الحديث عن بيانات الاقتصاد لهذا اليوم. نحن بانتظار بيانات مؤشرات مدراء المشتريات التي ستصدر من منطقة اليورو، بريطانيا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بيانات مؤثرة جدا في الأسواق المالية تعتبر. كذلك نحن اليوم بانتظار قرار بنك إنجلترا المركزي تجاه سياسات النقدية، وهذا ما قد يكون له أيضا تأثير على الجنيه الاسترليني وقد يسبب تذبذب في تحركاته خلال الفترة المقبلة. أيضا سيتابع المتداولون أي بيانات مرتبطة بأسواق الوظائف الأمريكية والتي أثبتت لنا ضعف كبير، لكن في نفس الوقت لا يجب إهمال بيانات اليوم تحديدا الاقتصادية. نعم. لأنها قد تقدم لنا صورة واضحة عن وضع الاقتصاد في كبرى الاقتصاديات في العالم. نعم سركيس تزار من إكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.